أهلا وسهلا ومرحبا بكم في زوم جديدة. اليوم باش نحكيو على مواد التنظيف. في بالك اللي مواد التنظيف تنجم تكون خطر على حياتنا؟ في بالك باش نشربوهم؟ تيلي راو حتى كي نستعملوهم بالغلط. هيك علاش زوز نصائح نقدمهم لكم باش تنظف دارك من غير ما تضر صحتك. أولا المواد القوية كيما الجافيل والشوك نخلطوهم بالماء وما نبقاوش نستنشقو فيهم برشا. ثانيا عمرك ما تخلط المواد مع بعضهم، خاطر التفاعل بيناتهم يخرج غاز توكسيك ينجم يوصل للاختناق وحتى الموت. صحيح انت في العادة تستعمل فيهم هالمواد وما يقلقوكش، اما ينجم بدنك في لحظة يقرر انه ما عادش يدافع عليك وتعمل رياكسيون اليرجيك قوية. مهم برشا نحافظ على نظافتنا، اما الاهم انه زادة ما نضروش صحتنا. زوم لليوم وفات، كنت معاكم الدكتورة عافية الجزاني، نتقابلوا في زوم جديدة، الى اللقاء، باي باي.